السلام عليكم محبين أزاد ثقة للمتابعين قناة أزاد ثقة. اليوم جبنا لكم هذا اليوكيد اللي درنا فيه 6 صوالح ودرنا نشرح لكم وتابعوني. نبدأ لكم بسم الله، نبدأ لكم بليلي. ليلي تاعو اللي خدمناه بكابيتولاج بمشوى بان فيني خدمة متقولة، درنا له لو كادرمون تاعو كاع بواقات، درنا فيه أمد 60 على أمد 90، زدنا هنا فيه بوف كبير متبع لليلي، ودرنا له هنا بي غازين، وتوجور من منتوجات أزاد ثقة. زدنا فيه دو طاب دلوي، لي طاب دلوي يتلاصق مع لي بوف بي غازين. درنا فيه دو تيروار، لا فينيسيون من برا ومن الداخل خدمة وحدة، هنايا تركية، زدنا فيه كوافيز، حاجة خرجت فوق، درنا هنا دو تيروار، ولا فينيسيون خاوتي ما نحكيلكمش. و توجور بي غازيل في لا كوافيز، زدنا لها زاليك بوف، حاجة من نوع رافع. خاوتي خواتاتي المشاهدين تاعنا، هذا السعر احنا درناه خيالي، هذا الكيت درناه 10% برك، والمشاهدين تاعنا يعرفوا هذا الكيت شحال كان يسوى. وعند أثر ثقة توجو احنا نتبعوا لي كومونتير تاعنا، واش يقولوا لنا، حنا رانا في خدمتهم، حنا رانا في خدمة محبين أثر ثقة. السعر تاعو درناه ب 10800 برك. خاوتي نزيد نفكركم بلو بارك، لو بارك هذايا فيه مطلع ديترونت، سومي كوفري، بوت مونتو، زوج مخيط، مسند، وبوف تاع عليش، ودايما السعر يبقى هو 3 ملايين برك. تديها كامل مكمول يسقم لك 3 مليون ويسعو، تدي الكيت وحده يسقم لك 10% برك. كي نقول لكم سعر خيالي، أنا راني في الخدمة. خاطر وش نقول لكم، تابعونا في الصفحة في اليوتيوب، كثرونا اللي جنب وحنا رانا في الخدمة. سلام.